ولقد خلقنا السماوات والأرض بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وإدبار واستمع ومن الليل فسبح وإدبار السجود. الله واستمع يوم ينادي المنادي من مكان يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك حشر علينا يسير ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. الله صل على النبي. الله يا عم.
ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. يا الله الله يكرمك يا حاج. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. الله أكبر الله أكبر. وما مسنا من لغوب. يا جمال النبي. يا سلام يا مشبع. يا سلام يا مشبع. اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم يا بركة القرآن يا عم الشيخ مصطفى. الله يفتح عليك. والله العظيم احنا محشمين. والله العظيم احنا محشمين ومحترمين. ذلك حشر علينا